السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعطيكم العافية. اليوم عندي تجربة مختلفة شوي لمنتجات أو مايكات بأسعار جدا متفاوتة مقدمة من قبل شركة السيرامونيك يعطيهم العافية. كافة التفاصيل توفرها وأسعارها راح أتركها لكم في خانة الوصف، لكن التجربة هذه راح تكون تجربة قدامكم أنتم وأنتم اللي بتقررون كيف جودة المايكات. اولا او بداية مع المايك السيرامونيك SRMB2000، هذا ارخص مايك جربته بجودة جدا 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 ممتازة. خلينا نمشي خطوة بخطوة. اولا هذا هو المايك، يعني خليني ارفعه عشان ما يسوي لك ضربة في الصوت ولا شيء. هذا هو، يعني لاحظ معي شوف كيف حجمه جدا 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 صغير، وتقدر تحطه على الذراع، يجي معاه الستاند جاهز مجهز من داخل الصندوق. والاغراض اللي حطينا لك ايضا ممتازه، حاطين لك سلكين من النوع USB Type-C الى USB Type-C، وسلك USB الى USB Type-C. اولا الاسلاك بجوده ممتازه، اثنين ان الاسلاك بطول جدا جدا ممتاز. الشغله الثالثه انه معطينك خيار انه يشبك في USB Type-C، وهذا راح يكون متوافق مع الويندوز مع الماك مع اي جهاز، حتى في عالم الاندرويد تقدر تجربه وتسوي وتستخدمه بسبب منفذ USB Type-C، ولو عندك ادابتر مع الايفون فممكن يشتغل معك. انا طبعا شبكته وكانت طريقه الاعداد جدا سهله، حملت سوفت وير مجانا اسمه Audacity، كل يعرفوا اللي يسجلون يعرفونه، وبدأت اسجل واعطونا رايكم في خانه التعليقات. المايك طبعا صغير الحجم وفيه إنارة LED تبين لك حالة انه اذا اللون الاحمر تحول الى الميوت على الصامت، او اللون الاخضر معناته قاعد يسجل، او غيرها من الخيارات. طبعا عندك اثنين من العجلتين، الاول التحكم بالصوت الصادر من السماعة نفسها، او الصوت الصادر من المايك، حساسية الجين نفسها للمايكروفون نفسها، فبإمكانك تتحكم فيه من خلال هذه العجلة، وتقدر تضغط عليه لتحويلها على الصامت، وهذا خيار ايضا متاح. وزي ما هو واضح امامك انه في مدخل USB Type-C ومدخل للسماعة بحيث انه تسمع وش قاعد تقول وكيف جودة الصوت، فهذا خيار متاح. لا تنسى انه بجودة جدا ممتازة بامكانيات عالية وبسعر جدا 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 رخيص. انتوا اللي بتحكمون، يعني حتى اقدر اتحكم في مسألة اني اقدر اقدمه شوي ولا ارجع ورا، اقدر افكه من الستان نفسه واحطه على الذراع مثلا قاعد اسوي ستريمينج، او ما ابغى المايك يكون ظاهر. هذا ينفع في مسألة انت قاعد تسجل صوت، او انك تسوي فويس اوفر، او انك والله قاعد تسوي ستريمينج، او انك قاعد تسوي بودكاست، هذا راح يكون الخيار الامثل بالنسبه لهذا الشيء. اللي بس كنت اتمنى يكون موجود ان يكون فيه سوفت وير لكن ضبط بعض الخيارات مثلا وغيرها، لكن هذا الشيء غير موجود. فاعطونا رايكم في خانه التعليقات. روح للمايك الثاني. انا انتقلت الى التسجيل باستخدام مايك جديد. هذا المايك هو او ما يعرف باسم بلينك 500 برو بي 1. طبعا يجي بنهايه الرمز W لانه باللون الابيض، لكن متوفر ايضا باللون الاسود، مو هو بالاحدث حتى، نزل بعد B2 والB3. لكن الفكره ما فيها انه سيرامونيك تبغى توفر لك مايكات لاسلكيه بالحجم الصغير. انا استخدمت رود واستخدمت السيرامونيك. في اشياء حلوه الصراحه في السيرامونيك، يعني في مثلا الباكج حقهم مميز تماما عن ما هو موجود في الرود، يعني يجي مع حافظه غير الشنطه، حافظه، هذه الحافظه تحط فيه المايكات عفوا السماعات، ومن هنا راح تشحن لك الار اكس الناقل اللي هو والمستقبل للتي اكس والار اكس. فهنا انت بنفس الوقت ما قاعد تستخدمه، لكن بنفس الوقت قاعد تشحن من خلال منفذ USB Type-C. المايكات طبعا تنشحن من خلال المايكرو USB بالمنفذ التقليدي، وايضا راح تاخذ زيد عليها زي ما تقول قطعه لمنع الرياح، صوت الرياح انه يضرب على المايك. زيد عليها انك بتاخذ سلك مايك، هذا برضو تقدر تاخذه موجود بداخل صندوق، واللي في بعض الشركات يباع بشكل منفصل، وايضا انه متوافق مع كل الاجهزه. انا خذيت الادابتر اللي يسمح لي حتى باستخدامه مع اجهزه الايفون، فهذا الخيار ايضا متاح، يعني مو بس على الكاميرات، يعني بامكانك استخدامه على منصه iOS ومنصه الاندرويد بما فيها ايضا الكاميرات. فهذا يعطيك عمليا يعني صراحه اشوفه حركه حلوه.
طبعا هذه القطعتين للمايك، واحد راح يشبك في الكاميرا والثاني يشبك في تبي تحطه هنا القطعة المايك في له مايكروفون او مايك، بس انا ما اخذ السلك علشان اخذ جودة صوت افضل. لكن ارجع اقول انه الازرار للتحكم بالتنقل بين ما بين القوائم، اذا عجبك شيء وتبي تغير شيء من مثلا تسجيل المونو الى استيريو تعلق على الزر الزائد حتى تلقاه دي يظلل لك الكلمة، من هنا تقدر تغير على سبيل المثال. برضو زر الاطفاء وزر تحويل المايك الى الميوت، فهذا الخيار ايضا متاح. تقدر تلعب الاعدادات زي ما تبغى. وشيء جميل انها شاشتين، كل مايك يحمل شاشة بتقنية الاولد، فالمعلومات جدا ممتازة. البطارية ممكن ما بين 7 ساعات حسب تجربتي الى 8 ساعات، والحافظة ممكن تشحلك شحنتين بالراحة ما عندها اي مشاكل. طبعا الثبات الاتصال راح يعتمد على 2.4 جيجا هرتز للوايرلس وليس البلوتوث، وهذا ايضا شيء ممتاز، فيعطيك مدى ابعد تقريبا 30-40 متر، ما في اي مشاكل. لكن 30-40 هو يوصل ممكن على حسب مدى الشركه 100 متر، لكن انا جربت 30-40 متر على مساحه ما في جدران، فبالتالي كانت اموري في السليم. لو في جدران اكيد انه ما راح يكون في ثبات ممتاز، ولازم تكون بمسافه اقل او يعني ما تكون بعيد عن الكاميرا. لكن الصراحة جميل، واشوف جودة المايك حقتها ممتازة، فانت اللي قاعد تسمع فعطنا رأيك في خانة التعليقات من 1 إلى 10 كم تعطيه. فهذولي المايكات المقدمة من سيرامونيك، عندهم حلول مجنونة. الشركة هذه عندها مايكات غير بفئات مختلفة بأسعار مختلفة، راح اترك الرابط موجود في خانة الوصف. لكن اللي جربتهم هذولي اشوفهم ممتازين جدا واسعارهم ممتازة، راح اترك تفاصيل موجودة في خانة الوصف. شوفكم خير إن شاء الله، مع السلامة.